فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن عمل الإنسان. دائما الإنسان يطلب أن يختم له بخير، كيف يختم المسلم شهره بعمل صالح وما أجر ذلك؟ نعم، رمضان كله شهر خير وعبادة من أوله إلى آخره، لكن في آخر الشهر يختمه بزيادة اجتهاد، يختمه بالتهجد بآخر الليل زيادة على صلاة التراويح، يختمه بكثرة الاستغفار، لأنه عند الفراغ من العبادة يأتي الاستغفار لما قد يحصل في العبادة من نقص أو خلل، فالاستغفار يجبر ذلك، فيكثر من الاستغفار في آخر الشهر ويختمه بالاستغفار والتكبير. نعم.